طيب نبتدي بقى المحاضرة إن شاء الله الناس تخش. يعني والله اللي بيخش بيستفيد على الأقل من أسئلة زمايله، لأن النت لو فصل شوية بيبقى عنده مشكلة، على الأقل يبقى معانا. لكن يسمع تقعد تسمع بصراحة ساعتين، ده تعذيب يعني. يعني تسمعهم تسجيل، أنا مقتنعة إنك بتعذب نفسك. أوكي، السلام عليكم. إن شاء الله النهاردة نبتدي محاضرتنا بتاعة الـ Joining and Welding Process. زي ما اتفقنا احنا اتكلمنا قبل كده في المحاضرات اللي يمكن 3 4 محاضرات اللي فاتوا، كنا من اللي بنتكلم على البروسيسنج بتاعه الميتلز، الميتلز طرق التصنيع بتاعتها المختلفه. فاتكلمنا على الكاستنج، اتكلمنا على الفورمينج، العمليات المختلفه بتاعته، اكستروجن، رولينج، واير دروينج، الحاجات دي كلها. واتكلمنا على الشيت ميتال وورك، واتكلمنا بعد كده قبلها طبعا كنا بنتكلم على البوليمر والبروسيسنج بتاعتها، وعلى الاخشاب والبروسيسنج بتاعتها ازاي، كل الحاجات دي. احنا النهارده هنكمل بقى ايه العمليه بتاعه توصيل الحاجات اللي اتعملت، سواء كاستنج او فورمينج او تيفر. حتى بنتكلم على شيتس، عمليه الجوينج المناسبه هتبقى ايه. طب لو بنتكلم هنوصل حاجات مع بعضيها مش سيم ماتيريال، لو بنوصل حاجه مثلا ميتال مع حاجه وود، طب نوصلهم ازاي، طب ايه الحاجات الممكنه، كل ده تقريبا هنتفرج نتكلم عليه. ولكن من التركيز بتاعنا هيبقى على الحاجات اللي هي الميتاليك بارتس وتوصيلها مع بعضيها ازاي. اوكي، فالجوينج بروسس هنتكلم على الامبورتنس بتاعته، هنتكلم على انواع الجوينج اذا كان ميكانيكال او ثيرمال جوينج او اديزيف بوندنج. بعد كده هنتكلم على الفيجن ويلدنج، والفيجن ويلدنج بنختار بنسلكت فيه تو تايبس اللي هم الجاز ويلدنج والالكتريك ارك. وبعد كده بنتكلم على السوليد ستيت، وعاده بناخد تو بوينتس منه او تو تايبس اللي هم الريزيستنت ويلدنج والايه والبتاع دوت والفراكشن ويلدنج. تمام، الجوينينج بروسيس احنا عاده عمليه الجوينينج اللي احنا سمعنا عنها قبل كده، في عندنا سمعنا عن سولدرنج، سمعنا عن بريزنج، ميكانيكال جوينينج سمعتوا معايا عن سيم جوينت لما كنا بنتكلم على الشيتس، سمعنا عن حاجه اسمها ريفيتس، الفاستنج ده حاجه هنعرفها النهارده، بتاع الفيجن ويلدنج بقى كان النهارده برضو هنتكلم عليه. طبعا هنتكلم كمان على الاديزيف بوندنج، نديله فكره بسريعه. بعد كده نعرف بقى اهميه عمليه الجوينينج. لو جيت سالت ابرام ايه يا ابرام في دماغك كده، ايه في الاهميه بتاعت ان انا اوصل حاجات مع بعضيها؟ عشان لو مثلا بعمل بوصل بين تو شيت مثلا عشان اعمل مسافات طويلة مثلا. يعني ماشي. طيب في حاجه تانية في دماغك؟ ولو مثلا عايز اربط حاجة بحاجة بس مش عايز حاجة يعني على المدى البعيد يحصل لها كسر مثلا زي الشير او المسامير. يعني نعمل ايه؟ مش فاهم. ما يعني يعني انت في رأيك احنا اساسا بنوصل حاجات مع بعضيها ليه؟ عشان برضو مثلا عشان الموضوع لو كنت يتحرك. عايز اربطهم او مثلا عايز اطول حاجه أو عايز تمام، اربط انت مثلا رأيك حاجه ان في احيان كده بقى محتاج حاجة كبيرة، بلاش حكاية التطور دي، محتاج حاجة كبيرة، فالايه الحاجة الكبيرة دي هيبقى صعب علينا نحصل عليها كحتة واحدة، صح كده؟ قلت اللي تمام انا تقريبا انت عايزه؟ تمام برام؟ اه تمام ايوه تمام. تمام طيب يجي بقى معانا مين؟ إبرام. معانا منة طلاب. لا انتوا فردي، لا مش عايزه الفرد. طب ايوه ثواني يا منة، خلاص يا منة كملي قولي نقطة. ها هقول ايه؟ تقولي انت مش معانا؟ لا انا مع أهمية حضرتك جوينج اكمل بقيت، عشان ممكن انت مثلا في بنوصل حاجه، انت في حاجه مش هعرف اعملها غير يعني، في حاجات مش هينفع تطلع حاجه كامله على بعضها، حتى لو حاولت ان اعمل لها بندنج مش هعرف. لو حاولتي تعملها ايه؟ بندنج مش عارفة اتنيها، فممكن لما اوصل من الاول تبقى سهلة. طب يعني زي ايه كده؟ طب اتكلمي قولي لنا زي ايه اللي مش عارفه تعمليه بندنج. ها مش انا عارفة، مش تقريبا ممكن فهمت قصدك بس ممكن لو توضحي انت ترابيزة اكتر. حديد، لو ترابيزة حديد مثلا مش هعرف، في حاجات لازم اوصلها مع بعضها، مش هينفع ان انا اعمل لها بندنج، ممكن تتقطم مثلا. ايوه، تبقى ايه معموله من ايه الحاجه اللي انت عايز توصليها دي؟ ترابيزة حديد. هتتقطم. طيب ماشي، وهي بتعمل لها بندنج، ما فيها بندنج والله الترابيزه الحديد دي فيها حاجات معمول لها بندنج. طب قولي لي سبب كده، عندك حاجه عايزه توصليها؟ احنا قربنا على فكره والله قربنا خالص، في حاجات بالفعل بنحتاج نوصلها بس ما اقدرش اعمل لها اي حاجه تانية غير انا لازم اوصل الحاجات دي مع بعضها عشان هي ما تنفعش تعملي فيها تشكيل مثلا. طيب طيب ما انا ماشي بقول كده. ماشي يا منى، سيبنا. ماشي شكرا يا منى. طيب مين بقى؟ لمى. هو ممكن بتكون كموفرة، لو مثلا انا عاوزة اعمل مثلا علبة وتكون فاضية من الوسط، فبدل ما افرغ انا ممكن اعمل اجزاء واوصلها مع بعض.
تمام، برضو زميلتنا بتقول الأحسن لي إن أنا يكون عندي حاجات كتير وأوصلهم مع بعض. ماشي، طيب في حد تاني؟ أحمد ياسر. ممكن لو انا بعمل حاجات كبيره جدا صعب ان أيوة انا اعمل لها كاستنج او اعملها على مكن اللي هو زي البندنج، او المكن بيطلع برضو حاجات ليها، او مثلا لو انا هعمل اكستروجن الكونتينر بتاعي ليه اخر، فانا لو عايز اعمل بايب طويله جدا هجيب ليه يا اتنين ابني؟ او ثلاثه هتعملها او كام؟ اربعه تعملها كام متر؟ بتطلع والله الكونتينر على حسب بتاعك. بقى عايزة. طيب ممكن ابقى عايز حاجه طويله طب انا شويه. هقول لك على حاجه، هقول لك على حاجه. عارف الكوبري المعدني ده؟ تمام؟ ما القطاعات بنعملها بتطلع طويل، لكن انا هديك الكوبري كله حته واحده، جيتهولك كله حته واحده، خلينا نقول جيتهولك كله طول الرود اللي انت بتاع ده، السكشن اللي انت عايزه طلعتهولك طول واحد، هتطلع لي الكوبري كله حته واحده؟ لا أكيد لازم أوصله ببعض. اكيد عمرك ما هتطلع حاجه طولها مثلا كيلو متر عشان تطلعها من مصنع. تمام ماشي، يبقى في صعوبه احيانا ان انا اطلع المنتج بتاعي از وان بيس. طيب هي ايه الميزه كمان ان انا ما اطلعوش وان بيس؟ مين بقى اللي يقول كرولوس؟ نبي بلاش ثابت الشات على التيم، كرولوس قولي يا كرولوس سبب. ان احنا ما نطلعوش ون بيس علشان يبقى سهل في التنقل، يعني مش عارف ماشي انقل ماسك سهل في كوبري التنقل، كامل ايه على تاني العربية ولا سهل؟ حاجة. ايه تاني سهل؟ ايه تاني السهل ازاي؟ يعني لما بعمل حاجة بالفعل مش حتة واحدة، ايه الميزة في كده؟ هو انت ان عشان انا تعمل ممكن حاجة من مادة واحدة يبقى عنده مستوى ميكانيكال بروبرتي عالية. لا لا لا، ما انا قلتها خلاص، انا قلتها ان انا فعلا عشان اعمل حاجة وان بيس فهي معناها انها معمولة من ماتيريالز واحدة، صح؟ ومفيش حاجة عمري عندي في الدنيا معمولة من ماتيريال واحدة، أنت لو مسكت القلم اللي أنت بتكتب بيه ده هتلاقيه معمول من كذا ماتيريال، صح؟ في حتة ميتال، في حتة بوليمر، في حتة مش عارفة كبر، في حتة ألومنيوم، حاجات كده، هتلاقي حاجات كتير. أوكي؟ فيبقى أنا عمري ما هقدر أطلع منتج وان بيس إلا كان عبارة عن إن كله كمان نفس الماتيريال. ماتيريال واحدة. طيب يبقى أنا لازم هوصل. طب في تاني؟ نجيب بقى مين؟ بقول يا حبيبه لو سمحتي قولي لزمايلك بلاش يعملوا كومنت على على التيم عشان بيقعد يعمل الارم كل شويه. زياد، زياد مجدي، زياد عنده مشكله ما بيردش علينا على طول. سامر، سامر تمام دكتور سامعني؟ علي صوتك يا سامر ولا زياد؟ سامر، سامر سامعك طبعا كده بلاش والله، سامعك ضعيف قوي. طيب بلاش تامر، يمنى. ايوه يا دكتور. يمنى انتوا مش ايوه عندكم بيبقى فيه عندكم غسالة في البيت؟ عندكم غسالة صح؟ مش بتبوظ؟ بتبوظ، ايه اللي بيحصل؟ ساعات عموما ما بترضاش تشتغل اساسا، ساعات مثلا لو الدرج حلو اللي احنا حلو، بتعملوا ايه؟ حاجه بتعملوا ايه؟ بتعملوا لما بتبوظ؟ بنجيب يعني متخصص ايوه او حد حلو بيصلح، قوي، بيجي تكنيشن بنجيب يصلح قطع حاجه غيار. ايه ماشي يا ابني اصبر بس الله يهديك. بيحصل ايه؟ بيلاقي حاجه بايظه بيرمي الغساله كلها لا بيشيل ولا الجزء بيعمل ايه؟ وبيغيره بقطع ايوه سلك. بيشيل الفرن. حلو قوي، يعني معنى كده ان انا لما بعمل اجزاء متوصله، لما بيبقى في عندي عمود، العمود ده عليه تروس، عليه بوليز، عليه حاجات بتوصل بتنقل حركه، حتى المكن اللي عندنا احنا في الورشه لما ترس يحصل له حاجه هنشيل الترس ونحط مكانه واحد تاني، تمام كده؟ يبقى اي بارت عندي هيحصل فيه مشكله نتيجه الحاجات دي متوصله مع بعضيها، فبقدر اعمل لها ديس اسامبلي، افك الجزء ده ديسكونكشن وافك واطلع واحط واحد تاني، تمام كده؟ يبقى اهميه عمليه الايه؟ الجويننج بقى من اللي انتوا قلتوه ده كله من اللي ما قلتهوش، ان انا عندي عاده مستحيل انك تطلع منتج از وان بيس الا اذا كان حاجه صغيره، طلبت مني ترس هعمل لك الترس، ما لازم هيبقى حته واحده. اوكي؟ طلبت مني حاجه زي كده مش هفتح هعمله لك وان بيس، لكن ممكن اركب حاجات تانية على الشفط، ممكن لازم هركب حاجات تانية يعني. طلبت كونكتنج رود مطلعها حته واحده بالفورج مثلا. خلاص؟ ولكن هعمله ماشين وهركب عليه حاجات تانية هتركب معايا. خلاص يبقى انا عندي دلوقتي لازم صعب دايما ان انا هعمل وان بيس. طب الحاجه الثانيه ان المنتج بتاعك اسهل لك واوفر لك واحسن وايكونوميكال عشان لما يبوظ الحاجه تقدر تغيرها، انت حتى القلم بتاعك
اللي هو القلم اللي هو البن ده، ممكن تجيب ايه الجزء اللي هو فيه الانك ده، ممكن تجيب واحد تاني لو انت عندك قلم مشتري غالي جدا، فممكن تغير الايه البايب اللي جوه اللي فيها الانك دي بس. يبقى ده معنى ان انا عملته حاجات منفصله انا اقدر اغير فيه. يبقى انا عندي حاجات كتير بقدر ايه بعمل لها ريبليسمنت، فانك انت تطلعها انفيديوال كومبوننتس وبعد كده توصلها مع بعضها، ده اسهل واحسن، والترانسبورت بتاع الحاجات دي بيبقى افضل وارخص لي كل ده. تمام. زائد ان احنا عمرنا قلنا مش هنطلع منتج عمره من ماتيريال واحد. انا ممكن زي البنش اللي عندك في الكليه، البنش ده مش تقعد عليه، انا اجيب لك الحاجه اللي انت بتشوفها. البنش ده عباره عن ايه؟ بايب. يمكن زميلتك لما قالت حاجه في الاول انا كنت بزقها على حاجه معينه، هي قالت ممكن يبقى عندي حاجه ومش عارفه اعمل لها تاني. ماشي، انا بالفعل بس مش في اللي مش اللي انت شايفاه، مش الحاجات اللي هي متنيه دي. الترابيزه اللي بتقولي عليها دي بتبقى عباره عن بار او بتاع ده مواسير كده من الستيل وبيتنوها بالفعل. في حته معينه ممكن يلحم، ولكن هي دايما معظم الوقت بيقدر يتنيها، ما عندوش مشكله. بيلحمها عشان مثلا عنده حته صغيره، فبدل ما يجيب حاجه ثانيه بيوصل دي بدي. لكن في حاجات مثلا لما يجي يتكلم على البايبس بتاعت المواسير الميه اللي معموله كاس اير دي، لما يجي يوصلها ما فيش، وعايز يعمل ماسوره عدله وبعدين واحده ثانيه داخله في شارع ثاني مايله نايمه عليها او 90 ديجري عليها او ايا كان، مش هيجي يتنيها الماسوره الكبيره دي، فبيروح عامل ايه؟ بيعمل جوينت يوصل عن طريق فلانجات وحاجات زي كده، وحتت قطع من المواسير دي يوصل ما بينها وبين بعضها. خلاص. فاسباب كتير جدا. انا مثلا عندي البنش اللي في الكليه ده خشب متوصل مع حتت ستيل، هيوصلهم ازاي؟ يبقى في مسامير. فنبص نلاقي ما ينفع، مش هيجيب بقى الطرق اللي انا اتكلم عليها بعد شويه للويلدنج دي، مش هينفع لان انت بتتكلم على خشب مع ميتال، ما ينفعوش. اوكي، زي ما يكون مثلا عندي حاجه بوليمر مع حاجه ميتال، لازم هلاقي وسيله تانية ان انا اوصلهم مع بعض. فعمليات الاي جوينينج زي ما اتفقنا ان لازم في حالات كتير جدا بيبقى عندي ماتيريالز مختلفه او الويز مختلفه عن بعضها وعايز اوصلها. اللي احنا خدناه قبل كده في الميكانيكال جوينينج عندنا كان السيم جوينت، وباكد تاني ان السيم جوينت دي از سيوتبل اونلي فور مين الجوينينج ايه بروسيس بتاعت الشيتس. خلاص، الشيتس هينفع ان انا اوصلها بالشكل ده. طب احنا خدنا الشيتس ووصلناها بريفت، هل هي الريفتس بس تنفع للشيتس؟ لا، تنفع لحاجات كبيره، تنفع لقطاعات بتعمل كوبري وعايز توصل الحاجات الايه القطاعات دي مع بعضيها او بريتس مع بعضيها، استعمل الريفتس، ما عندناش مشكله خالص. طيب البولتن رات، البولتن رات ده موجود عندي بالفعل في البنش بتاعي اللي في الكليه عشان اقدر اوصلهم مع بعض، ما عنديش مشكله. ممكن يبقى الجزء ده من ماده وجزء ده من ماده تانية، ده ميتال وده مثلا خشب، ده الومنيوم وده مثلا ستيل، ما عنديش اي مشاكل خالص. اوكي، كتوصيل ممكن يبقى في مشاكل في حاجات تانية. اوكي، طيب لو انا جيت سالت دلوقتي حبيبه بقى اللي معانا، حبيبه مين اسهل يا حبيبه لو حبيت افكه في اي وقت؟ ايه، هتبقى البولت اللي على اليمين. ها؟ على اليمين اللي هي البولت. البولت اسهل حاجه لان ممكن يبقى معايا رانش وافك الايه او مفتاح كده افك الايه النط دي وافك الجزئين من بعض. عشان كده البراتشز والحاجات اللي زي كده والحاجات اللي انت خايف ان حد يفكها ما تستعملهاش بولت اند نط. اوكي، ما نجيش على كوبري مثلا ويجي واحد دماغه تعبان او زهقان من يروح جاي يفكك الحاجات دي، غلط. لكن الريفت عشان يعملها، الريفت سهل يتفك، بس سهل ازاي؟ لازم يبقى معايا حاجه زي ديسك بتاعتي اقطع راس المسمار. خلي بالك ان الريفت اللي انت شفته عندي في الورك شوب ده بتاع الومنيوم، اللي زي بيستعملوه مش عارفه في قطاعات الومنيوم، زي ما استعملوه عندنا في شيت، زي ما استعملوه في حاجات اولوميتال، حاجات زي كده. ماشي، ولكن اللي هو فعليا بتشوفه في البريدجز ده معمول من ستيل وبيبقى قوي، وعشان تقطعه لازم بالفعل تقطع الراس دي، لازم تجيب معاك اداه لازم تقطع بشكل معين، مش هتفك، ما ينفعش تفك. خلاص. طيب الشيتس دي قلنا لا، دي حاجه تعتبر بالنسبه لي دايما، ان انا اوريدي فكيتها هبص الاقي الاجزاء اللي هي اوريدي حصل فيها بيندنج دي هيحصل فيها كراكس وهيحصل فيها فراكشر وحاجات زي كده. معايا؟ طيب عندنا الاثنين بقى للثيرمال جوينج. الثيرمال جوينج عندنا سمعنا عن بريزنج، سمعنا عن سولدرنج، وقلتهم لك في شيتس وينفع يتعمل بيهم حاجات ثانيه. اه ينفع عادي، مش شرط يبقى شيتس. نيجي عندنا ده السولدرنج، وكان عندنا الهيد اللي هي بتبقى ايه السولدرنج تاب اللي هي بتسخن الحراره، اللي بتسخن عندي بتأثر الايه الفيلر رود ده اللي هو ماسكه بايد الثانيه ده، دول اللي بنقول عليهم الايه السولدرنج. طيب هو احنا بعد كده بس بشكل السولدرنج وطريقه اللحام؟ لا، في عندنا حاجات ثانيه اللي هي زي الجاز ويلدنج، زي الايه الالكتريك ارك ويلدنج، زي الفريكشن، زي الريزيستنت، دول كلهم بينطق عليهم كلمه ايه ويلدنج. ده اللي احنا شايفينه عندنا اللي هو الجاز ويلدنج، اللي هو ادي الفلين بتاعي وادي الفيلر رود وبلحم ايه الحاجات مع بعضها. طيب في الحام زي كده بس؟ لا، في عندنا الفريكشن. الفريكشن ويلدنج ده الناس اللي شافته في الورك شوب عندي كان بشكل مختلف شويه عندها، هوريه لكم في الاخر. عندنا ممكن يبقى كده او ممكن يبقى الحاله بتاعه الماشين اللي شفتوها عندي في الورك شوب. طيب دي انواع كتير كلها بيطلق عليها كلمه ويلدنج. هي كلمه ويلدنج دي كتيره قوي. اه عندنا الجوين بنقسمه بقى، في ويلدنج
في فاستنج. الفاستنج اللي هو زي ايه؟ زي ما عملنا بالبوتل نات. في عندي الاديزف بوني. الاديزف بوني حاجه اوكي موجوده، ولكن انا بالنسبه لي لما اكون بتكلم على حاجات ماتل مع بعضيها الاديزف بوني عاده مش هيبقى موجود. الاديزف بوني ممكن يكون عندك حاجتين في البيت مثلا سيراميك وكسر فبتوصلهم مع بعض، او عندك حاجه بوليمر مع حاجه سيراميك عايز توصلهم ممكن عادي هاتتين بوليمر مع بعض ماشي، لكن حاجه في ماشين وهستعمل لها اديزف بوني مش يعني سيوتابل قوي. خلاص الاديزف بوندنج اللي هو زي انت بتعمله في البيت بس انت مش فاهم، بتروح تشتري انبوبه كده سوبر جلو، لا مش عارفه ايبوكسي، انبوبتين مع بعض، حاجات من ده، كل ده اسمه اديزف بوندنج. اوكي فده ستيل ماشي، ولكن معانا احنا النهارده مش هيبقى هو ده واخد مجهود. اللي ياخد مجهود معانا عمليات الويلدنج. اوكي فالويلدنج احنا نركز عليه اللي هو الفيجن ويلدنج، هنتكلم على الالكتريك ارك، هنتكلم على الجاز ويلدنج، بعد كده في السوليد ستيت هنتكلم على الريزيستنت ويلدنج وعلى الفريكشن ويلدنج. دي كلمه فريكشن هشيلها واكتب عليها فريكشن، وكلمنا قبل كده على البريزنج اند ايه اند سولد. الويلدنج عموما لكل الانواع اللي احنا قلناها دي، كلمه ويلدنج عموما هي عباره عن انك بتجوين تو ميتلز مع بعض. اوكي التو ميتلز دول ممكن يبقوا سيميلر او ديسيميلر، ممكن يبقوا الويز زي بعضيها او ممكن الويز مش زي بعض، ممكن اكون بستعمل فيلر رود وممكن ما بستعملش، او فيلر واير اللي هو الرود اللي بتملى بيه ما بين الجزئين وبعضيهم، ممكن استعمل بريشر وممكن ما استعملش. يعني كلمه الويلدنج دي كلمه ديفينيشن بتاعها جنرال. طيب مين السبيسيفيك بقى؟ لما اجي اتكلم على الفيوجن ويلدنج، الفيوجن ويلدنج ده ايه؟ ده جديد علينا. الفيوجن ده قايم على ان انا يكون عندي معدن او حاجات ميتاليك الويز بوصلها مع بعضها لازم تكون زي بعضيها، واجيب عندي فيلر رود. الفيلر رود ده بيبقى ليه نفس البروبرتيز او نفس الالوي قريبه كومباتبل مع الالوي اللي انا هوصلها مع بعضيها. في الحاله دي بعمل ميلتنج في الايدجز بتاعه الجزء اللي عايز توصل. يعني انا تاني بقول لك لو عندي نرسمها كده، تو بارتس زي كده وعايز اوصلهم مع بعض، الايدج ده هعمله ميلتنج والايدج ده هعمله ميلتنج، بقيه المعدن زي ما هو. طب ومين كمان اللي هينصير؟ الفيلر رود اللي انا جايباه ده هينصير عشان يملا ما بين الجزئين وبعضهم، ده بنسميه فيوجن ويلدنج. ده غير اللي حصل عندي في السولدرنج والبريزنج. السولدرنج والبريزنج كان عندي بارتس، البارتس زي ما هي ما بيحصلهاش حاجه، ولكن الالوي هي اللي كان بيحصل لها ميلتنج. اوكي فالتاني بيقول عليه انفيوجن، لكن ده فيوجن ويلدنج. طيب ايه الفيوجن ويلدنج برنسبلز؟ ان يبقى عندي بيز ميتال الاجزاء اللي انا عايز اوصلها وبعمل فيهم ايدج بتاعته وبعمل لها ميلت، هصلي على الحته دي واقول ايدج بتاعته از ميلتد. الفيلر رود او الفيلر ماتيريال بتاعتي او فيلر ميتال او الفيلر الوي، وبعد كده في عندي الهيت اللي هتعمل ايه عمليه الميلتنج دي. تمام السورس بتاع الهيت عندي مختلف، اما يبقى ناتج من كيميكال رياكشن زي الاوكسيسلين ويلدنج، او اما يبقى ناتج السورس بتاعي نتيجه التيار الكهربي وده بسميه الكتريك ارك. اوكي وفي عندنا بلازما ارك وفي عندنا ليزر ارك. احنا هنتكلم على مين بالفعل النهارده او زي ما شفتوا في الوركشوب ايه الجاز ويلدنج وعلى الالكتريك ارك ويلدنج. تمام كده الجاز ويلدنج عموما الفكره بتاعته قايمه على ايه؟ ان انا بعمل عمليه رياكشن كيميكال رياكشن وكيميكال او بعمل عمليه كومباشن ليه جاز في وجود ايه فول جاز في وجود الاكسجين. تمام يعني بعمل عمليه بيرنينج لجاز. طب الجاز ده عندي انواع كتير، احنا احسن فول جاز لقوه عندنا اللي هو الايه الاسيلين. ليه؟ بيطلع كميه هيت نتيجه اكسيرميك رياكشن، بيطلع هيت كبيره، فالاسيلين مع حرقه في وجود الاكسجين باستخدام الاكسجين بيعمل عندي بيطلع كميه هيت كبيره بتؤدي لعمليه صهر المعدن بتاعي تكون كافيه ومناسبه للحياه مواد كتير او معادن كتير. الفكره بتبقى ازاي؟ بيبقى في عندي تو سيلندرز، واحده اسيلين واحده اكسجين، طبعا شفتوها في الورك شوب. الاسيلين بيبقى لونه مارون كده او مدي لون محمر شويه، والاكسجين بيبقى عاده ازرق او اسود، والهوز بتاعه كل واحد فيهم بتبقى متناسبه معاه. الهوز بتاع الاكسجين بيبقى بلو، الهوز بتاع الايه الاسيلين بيبقى احمر لانه فعليا دينجرس شويه. في بعد كده حاجه اسمها تورش اللي بيخرج فيها تو جاز وبتحكم في كميه الاسيلين والاكسجين اللي انا عايزها. تمام هنا عندنا ادي السلندرز اهي، بيبقى على كل اسطوانه في مانومترز بيقيس البريشر بتاعي، وبعد كده في هنا عندي بيخرج من الهوز دي في عندي التورش بتاعي او الجزء اللي بيخرج فيه الفليم. تمام التورش تاب بتاعتي هنا، ودي هنا الفليم اللي بيخرج، وهنا عندي في فالفز بتحكم في الاكسجين والاسيلين وكميته. ادي عندنا اهي ادي الفالفز، ده بيتحكم في الاسيلين وده بيتحكم في كميه الاكسجين الخارجه، وبيحصل ماكسيم، وبعد كده بيحصل عمليه اشعال. الاشعال موجود فين؟ بره الايه؟ بره الحته بتاعه النازل بتاعتنا او التورش بتاعي، في الاخر بره خالص بيحصل عمليه الكومباشن. طيب
عادة هنا في عندنا فالف، الفالف ده ما بيسمحش برجوع الغاز تاني جوه السلندر، تمام؟ الغاز اللي هنا عندنا بيبقى نون ريتيرن، يعني ما يرجعوش، عشان ما تقولش ان اللهب ينفع يرجع او الغاز يرتد جوه الاسوان. عملية التفاعل ما بين الأكسجين والأسيلين، عملية أو عملية الحراق الأكسجين بالأسيلين ما بتتمش على وان ستيب، تمام؟ حرق الأكسجين الأسيلين ما بيتمش على وان ستيب، بينما بيتم اون تو ستيب. التو ستيب إزاي؟ عندي أول حاجة الأكسجين اللي خارج عندي، سوري، الأسيلين، الأسيلين عادة هو اللي بيخرجه الأول من السلندر عشان يعملوا عملية إشعاع، الأكسجين بتاع الجو موجود فيقدر يشعل فيه. بعد كده يبتدي يزود الاكسجين، فيبتدي يحصل عندي عمليه الايه، عمليه الكومباشن الاولانيه، عمليه البرايمري كومباشن زون، هي المنطقه الريد اللي انت شايفها دي، تبقى ناتجه من حرق الاسيلين مع الاكسجين، بيطلع عندي كربون مونوكسيد وهيدروجين، دول البرودكتس بتاعتي اللي بتطلع، بلس المفروض في هنا كميه هيت. طيب الهيت اللي بتطلع هنا، خلاص الهيت اللي بتطلع هنا دي بتتوزع على المنطقه اللي هي بتاعت البرايمري كومباشن زون الاولانيه. طيب الكون ده لو جيت بصيت عليه بالفعل في الفلين بتلاقي مساحته صغيره جدا، مساحته صغيره وكميه الهيت اتولدت يعني مش كبيره لدرجه زي المرحله الثانيه، بتقوم بتديني الحراره بتاعتي عند نهايه التاب بتاعت البرايمري كومباشن زون، هي اعلى درجه حراره هلاقيها عندي في الفلين. طيب السي او والاتش 2 يا مين بقى؟ ضحى. ضحى ايوه يا دكتور معاكي معايا يا ضحى. دلوقتي السي او دي تعتبر كومبليت رياكشن، يعني الكربون مونوكسيد ده حاجه اوكي وكده ونعتبره تمام وماشي، غاز يفضل موجود معانا في الروم بتاعتنا وكل حاجه. السي او ده حلو نلاقيه عادي كده موجود في الجو؟ اكيد لا، هو كده ستيبل ولا هيكمل رياكشن المفروض تاني؟ المفروض ان هو كده يكمل رياكشن يعني. ها؟ المفروض ان هو كده يكمل رياكشن. انا بسالك لو لقينا السي او ده حاجه كويسه؟ لا، لما يكون في الجو دي حاجه، اوضه فيها سي او. ها؟ لما يكون في الجو دي حاجه مش كويسه. لا ايه بقى؟ حد يعرف؟ لانه هيتحول سي او 2. لانه هيتحول، بقول هو لو فضل سي او ده كويس؟ اعتقد لا يا دكتور، لانه سام تقريبا بالظبط كده، هو مسمم ده حضرتك ما هتش ينفع تعيش معايا، انا بنعيش مع السي او تو لكن ما ينفعش اعيش مع السي او بس. اوكي طيب السي او ده بقى في حاله كده وانا مش هيفضل كده، لازم يتحول لايه؟ لسي او تو. طب يفضل عشان يتحول لسي او تو مين اللي هيحوله؟ البرايمري كومباشن زون ده حواليه مين؟ هو مين اللي قال ان هو سام؟ انا يا دكتور. حبيبه هبه؟ لا هبه. هبه هبه ماشي. هبه سكشن كام يا هبه؟ 26. هبه ايه؟ 26. ايوه هبه ايه؟ احمد. احمد ده غريب ان انتوا لسه ما خدتوش اللحام. ماشي طيب، فبنقول عندنا ان دلوقتي بالفعل المرحله دي برايمري كومباشن زون، طلع منها سي او اتش 2. سي او ده بالنسبه لي مش ستيب، مش هيبقى كويس ومش هينفع يفضل كده. فاللي بيحصل ان في اكسجين اراوند الايه، البرايمري كومباشن زون ده، شويه الاكسجين اللي جايين من الهواء مع الباي برودكتس اللي طلعت عندنا اللي هي عندي السي او والاتش 2 مع الاو 2 ماشي، ان هو نواتج الرياكشن السابق دول يطلعوا عندي سي او 2 اتش 2 او. طيب وهنا كمان يطلع ايه؟ يطلع كميه هيت. الهيت اللي متولده في السكندري كومباشن زون على فكره اكبر من البرايمري، بس الزون بتاعه الكومباشن نفسها بتبقى ايه؟ كبيره. طيب الكونسنتريشن بتاع الحراره هنا يبقى عالي ولا في المرحله الاولانيه؟ يبقى لا، الحراره الكونسنتريشن في المرحله الاولانيه ها هيكون عالي في اول مره، في اول مرحله بس عشان الاريا اللي بيتوزع عليها قليل. زي مثلا اقول لك ايه، لو احنا جبنا مثلا عملنا سبراي لميه كميه كبيره، جبنا نوزل بتخرج ميه كتير على مساحه مثلا حاجه متر في متر، ونفس الكميه دي اوكي، نفس النوزل دي خليت شويه الميه اللي خرجوا دول خليتهم على مساحه 10 متر في 10 متر، توزيع الميه نفس اللي هي الكميه واحده كانت اتوزعت على العشرة وتوزعت على المتر في متر، المتر في متر الانتنسي بتاعت وجود المية على السيرفيس ده هتبقى كتير عن التانية، اوكي؟ عشان هي نفس الاماونت، هنا الهيت نفسها اللي خرجت صحيح اكبر ولكن المساحة اللي بتوزع عليها كبيرة، فالكونسنتريشن بتاع الحرارة او التمبريتشر بتاعتي بتبقى اقل في المرحلة التانية عن المرحلة الاولانية، اوكي؟ طيب يبقى عشان كده دايما لما بنيجي نلحم
السكندري كومبشن زون ليه فايده والبرايمري كومبشن زون هو ليه الدور الاساسي. البرايمري ليه؟ عشان التمبريتشر عندي بتوصل اكثر. لو انا جيت اعمل تمبريتشر ديستريبيوشن هلاقي التمبريتشر بتعلى جدا عند النقطه دي وبعد كده تبتدي تقل ايه مع نهايه الايه نهايه اللحم. تمام. فالسكندري كومبشن زون مش هي اللي فيها تركيز الحراره، تركيز الحراره عالي موجود دايما في الايه في البرايمري كومبشن زون. تمام. طيب نيجي عندنا بقى الوظيفه بتاعت الاولاني ايه. نبص على الصوره كده اللي جايه دي. الصوره دي هتقول لي ادي عندي الفليم بتاعي في الجاز ويلدنج، ابص الاقي البرايمري كومبشن زون الفليم الاولاني ده بيعمل ايه؟ بيخش على الفيلر رود يعمل فيه صهر، ويخش على المنطقه اللي انت عايز يلحمها يسرهولي. ليه؟ لان التمبريتشر عندي في حاله النيوترال فليم، يعني ايه نيوترال فليم؟ اللي خارج عندي من الاسطوانه اكسجين واسلين ايكوال قد بعضيهم، ريشيو ما بينهم 1، بيبقى في الحاله دي النهايه بتاعت الاند بتاعت البرايمري كومبشن زون النهايه بتاعتها دي بتوصل لغايه حوالي 3300 ديجري سي، يعني حوالي 330 درجه مئويه. فكافية انها تصير لي الادجز بتاعتي اللي انا عايز اوصلها. ده هنا الادج ده انا عايز الحمه مع ده، فانا الصوره دي جايبه لي كده بالطول، يعني جايبه لي الفيو الثاني خلاص. فهنا عايزه بيصير لي الفيلر وبيصير لي الايه البيزمنت. طب السكندري بيعمل ايه؟ السكندري هنا بيعمل ايه؟ رايح على الحته اللي انت عايز تلحمها وبيعمل فيها عمليه هيتين. الحقيقه ان احنا اللي شاف فيه كل حاجه في الورك شوب، المفروض ان التكنيشن بياخد الفليم ويفضل رايح جاي بيه في الاول بالسكندري كومبشن زون على الورك بيس عشان يعمل لها تسخين. ليه؟ عشان ما يجيش صادنلي كده يرفع درجه حراره المعدن فجاه عشان يصيرها في حته وبقيه المعدن في الروم تمبريتشر، فيعمل عندي ايه ثيرمال شوك او يعمل عندي ستريس حراريه في المنتج بتاعي. خلاص. طيب نيجي عندنا يبقى تاني، يبقى عندنا دلوقتي البيرنت ميتال اهو، المنطقه اللي اتعمل فيها الحمى اهي، السكندري كومبشن زون بتروح الايه البرايمري بتاع ده، البرايمري بيسر والسكندري بتسخن الايه الوصله اللي انت عاملها. طب ايه الفايده بتاعت السكندري تاني؟ نرجع نبص، هو انا مش خدت الاكسجين ده؟ لو عملت ديليت مش عارفه امسح ده، ثواني امسح لكم ده. لو جيت هنا عندي الاو 2 دي، الاو 2 دي جايه منين بقى؟ مش دي اللي جايه من الهواء؟ صح؟ صح ولا غلط؟ تمام. الهواء اللي انا خدت منه الاكسجين، الحبه اللي حوالين الفريم دول عملوا مين الوصله بتاعتي؟ مش عملوا لها بروتكشن من الاكسجين؟ صح؟ يعني هي لما بتاخد الاكسجين الاراوند البرايمري كومبشن زون دي ساعدت لي ان انا قللت عمليه الاكسيديشن اللي ممكن تحصل في الايه؟ في البولت بول بتاعتي في المنطقه بتاعت اللحام. صح ولا انا كده بقول اي كلام؟ تمام معايا؟ لا ما فهمتش. مظبوطه كده. يبقى انا عندي دلوقتي المنطقه بتاعتي الحبه الاكسجين دول، هما دول الاكسجين اللي جالي منين؟ من حبه الاكسجين الاراوند الايه الاراوند البرايمري كومبشن زون اللي حواليها. خلاص. طيب نيجي بقى عندنا ده احنا قلناه، عندنا بقى انواع الايه انواع الفليم. عندنا دلوقتي انواع الفليمز بقى مختلفه. يعني ايه انواع الفليمز مختلفه؟ الطبيعي والنيوترال ان انا عندي فينا ماكسيمم تمبريتشر هنا في نهايه البرايمري كومبشن زون او في البرايمري ايه فليم الاولاني شايفاه، وبعد كده السكندري بتاعي. الزون البرايمري دي قلنا التمبريتشر بتوصل فيها لغايه 3300 درجه، الفليم ده بيبقى نيوترال، بيبقى ايكوال اكسجين واسلين قد بعضيهم، بيستخدم فيه لحام حاجات اللي هي لو كربون ستيل او مايلد كربون ستيل. طيب وانا لو بلحم حاجه زي الالومنيوم؟ لا، بتلحم حاجه زي الالومنيوم ما ينفعش تستعمل الايه النيوترال فليم. امال عايز ايه؟ عايز اوكسيدايزنج، عايز ريدوسنج او كربونايزنج فليم اللي هو فيه كميه الاكسجين اقل من الاسيلين. دي على فكره الريشيو دي اكسجين الاسيلين. تمام. فهنا عندي الاسيلين اكتر من الاكسجين. طب ازاي بقى اذا كان الاكسجين هو اللي بيحرق الاسيلين؟ هقول لك لهذا السبب، ان في شويه اسيلين مش هيحصل لهم كومبشن وهيخرجوا في المنطقه اللي بعد البرايمري كومبشن زون، بنسميهم اكسس اسيلين ايه فيزر. الفيزر بتاعت الاسيلين دي تبقى منطقه بيضاء كده وايت باينه ما بين الاثنين. خلاص. طيب معنى كده الفليم ده بقى ايه؟ اولا درجه الحراره هنا مش هي المهم، هتقل هتبقى حوالي 3000. طيب امال ايه الميزه في دي؟ الميزه في دي ان انا لما هستعمله في حاله الحاجات اللي هي فيها مشاكل في عمليه الاوكسيديشن انها تتاكسد بسرعه زي الالومنيوم وكده، ممكن بالفعل استعمل ريديوسنج عشان يمينيمايز عمليه الايه الاوكسيديشن. طيب
وفي اكسايزنج فليم. في اكسايزنج فليم لان خرج الاكسجين اكتر، واللهب ده دايما بيبقى ليه نويز وصوته عالي قوي، والفليم بيبقى قصير، والبرايمري كومباشن زون تبقى صغيره قوي اصغر من الاول. ابص الاقي ان درجه الحراره فيها بتوصل حوالي 3500 درجه. بنستخدمها في لحام بعض الحاجات اللي زي اللي مش خايف من عمليه اوكسيديشن فيها زي الكبر والكبر الويز وكده. وفي بعض الحالات بيغيروا التورش بتاعي، يخرجوا الاكسس اكسجين ده من حته معينه ويستعملوه في القطع. فالاوكسيدايزنج فليم ممكن يبقى للحام، وممكن يبقى في عمليات الايه القطع معايا كده. طبعا اللحامات واستخداماتها والحاجات دي مكتوبه في الايه في السلايدز اللي بعديها انا قلتهم تقريبا. بنقول عندنا هنا النيوترال فليم زي ما احنا شايفين، ده المنطقه دي بتوصل حوالي 3800 درجه. الفليم بتاعي الديستريبيوشن بتاع التمبريتشر بتوصل حوالي في عندنا حوالي 1200. الريديوسنج فليم تبقى المنطقه دي صغيره قوي ودلها بيبقى قصير، وقلنا عندنا من الحام بيستخدموا في الحام حاجات معينه او في قطع في بعض الحالات بس مع تغيير الايه التورش بتاعي بتاع اللحام. هنا عندي الفيزر بتاعتي بتاعت الاوكسيسلين، اجيبها لكم في الصور اللي هتشوفوها في الوركشوب. نبص نلاقي الوايت فيزر هنا باينه بعد الايه برايمري كومباشنز، وتلاقي منطقه كده لونها ابيض باينه بين الايه منطقتين بتوع اللحام ده. هنا عندي توزيع درجات الحراره في النيوترال فليم، ادي الانر كون بتوصل درجه حراره حوالي 3300 درجه. السكند بتاع ده في السكندري فليم نهايته بتوصل حوالي درجه الحراره حوالي 1200 درجه. تمام، نقف عند البروتكشن عشان افتح لكم الايه الكوتشينير ونكمل. وحسام رافع ايدي ليه؟ انتوا عددك ولا زاد ولا حاجه؟ طيب هفتح الكوتشينير، كل الناس تخليها معايا بقى. ظهر قدامكم الشاشة دي، شاشة فيها ستارت كوتشينير باينة قدامكم؟ تمام يا دكتور. طيب يا ريت نبتدي، هما مدياكم والله 8 دقايق كتير، هما 6 دقايق 7 دقايق حلوين قوي. يلا اشتغلوا بقى.
خلصت ولا لسه؟ الغالبيه خلصت. خلصت ولا لسه؟ انا خلصت ما اعرفش الباقي. انا خلصت يا دكتور. المفروض يكون خلص. هو ايه خلاص الفتحه 7 دقايق يعني هيعملوا بيه اساسا هو كويز. تمام نكمل المحاضره. ايوه يا احمد يا خالد عندي مشكله تاني. ايوه يا احمد يا خالد. أنا آسف يا دكتور كان مفتوح بالغلط أنا آسف. طيب ماشي. كمل؟ نكمل. في ناس جت الظهر عشان الكوتشينيل وماشية. أوكي. هو إحنا عندنا بعد الميد ترم عدد الطلبة هيبقوا 300 بدل 700؟ مش عارفة ولا انتوا بتحضروا الكلية وما بتحبوش تحضروا الاونلاين مش عارفة. هو الاونلاين بس عشان مشاكل النت ففي ناس كتيرة فعلا مش بتحضر في كل المحاضرات عامة. والله يعني انتوا في الاونلاين بتبقوا قليلين اصلا بلاحظ ده تقريبا انتوا بتوع امبارح والنهاردة ما يجيبوش 400 450 وانا عندي الطلب حوالي 700 ففي 300 ما بيحضروش. اوكي. هو فعلا الاونلاين دايما بيبقى اقل عشان مشاكل النت بس. طيب ما فيش مشكلة. تمام. ظهرت قدامكم الشاشة؟ اه ظهرت. طيب ماشي رجعنا تاني. نيجي بقى عندنا الحاجة اللطيفة احنا قلناها من شوية اللي هي ايه؟ عملية الفيجن ويلدنج. قلت ان في حالة الاوكس استرين عملية اللحام دي البروتكشن بتاعتها اوريدي موجودة جواها يعني انسيتو كده جواها بتحصل. ليه؟ فأثناء السكندري بتاع دوت السكندري اكشن او السكندري كومبشن زون اللي حصلت عندنا دي هو اوريدي خد الاكسجين الاراوند الايه الفليم اللي انا بلحم بيه صح؟ فعمل بروتكشن داخل. طيب لو انا بالفعل عايزه احسن العمليه دي وعايزه اعمل بروتكشن بزياده مفيش قدامي غير حاجه من المحطوطين قدامك دول غير الفلكس. اللي محطوط قدامنا ده فاليد على اللحام اللي هو الفيوجن ولكن مش نافع لحاله مين؟ الا الالكتريك ارك الثلاثه اللي قدامي اللي انا هتكلم عليه ولكن في حاله الجاز ويلدنج هو المناسب ليه بس الويلد فلكس. طيب امال بقى في حاله الايه حاله الالكتريك ارك اللي احنا لسه هنتكلم عليه ينفع عمليه البروتكشن تبقى بالفلكس وتنفع بالانرت جاز وتنفع بالفاكيوم. حاله الانرت جاز يعني موجود حوالين عمليه اللحام غاز مش بيساعد على الاشتعال ما ينفعش يكون بتاع ده ما ينفعش الكلام ده يستخدم في الجاز ويلدنج ولا الفاكيوم خلاص ولكن ينفع في الالكتريك ارك. طيب الفلكس دي بتبقى عباره عن ايه اللي هنستعملها ويمكن الناس اللي خدت الورك شوب لاحظوا ان كان في اكسترنال فلكس من بره بيضيفها اثناء عمليه اللحام لو محتاج يستخدمها. الفلكس دي عباره عن اوكسايدز بتاعت معادن زي الالومنيوم وزي المغنيسيوم والحاجات دي كلها عاده بتستخدم عشان بتطلع شيلد جاز بيبريفنت عمليه الاوكسيديشن. بتحاول ان هي تغطي الوصله بتاعتي اثناء عمليه اللحام اوكي ان هي تعمل بتملت الاوكسايدز دي على السيرفيس وبتمنع عمليه الايه عمليه الاوكسيديشن بتعملي طبقه كده على السيرفيس بما ان الدنسيتي بتاعت الاوكسايدز دايما اقل من الميتال فبتطلع فوقيها لغايه لما يحصل عمليه التجمد. في بعض الحالات او موست ذا كيس ببقى انا حاطه الوينج اليمنتس في الفلكس دي بتسهل عمليه اللحام سوري بتضيف للوصله نفسها الالوينج اليمنت دي بتحسن لي الميكانيكال بروبرتيز بتاعت الايه الجوينت نفسها. عمليه اللحام بالالكتريك ارك بيبقى فيه عندي الكترود اللي هو الفيلر رود بتاعي السلك اللي انا هلحم بيه بس وصله عندي اولا في عندي ماشين الماشين دي عباره عن هي مكنه اللحام الكهرباء او بنسميها اللحام القوس الكهربي بيبقى عندي الكرنت بتعمل فيه بتحول لي الكرنت تخلي البوتنشال ديفرنس عالي اوكي
فباجي انا بوصل بالطرفين عندي بالماشين دي، طرف عندي بيبقى بوزيتيف وطرف تاني نيجاتيف. طرف النيجاتيف مثلا موصلاه بالايه، بالتيبل بتاعتي اللي عليها الورك بيس، بتبقى التيبل دي معموله من ميتال، والطرف الاخر اللي هو البوزيتيف متوصل عندي بايه، عن طريق الكلامب ماسك الايه الفيلر رود بتاعي، او بنسميه في الحاله دي الفيلر رود بنسميه الكترود. خلاص، فبمسك ده وبمسك ده. طب بنوصلهم ببعض؟ لا، ما بنلزقهمش في بعض، بنسيب سبيس صغير جدا، جاب صغيره ما بين الالكترود وما بين البورك، ما بين الشغل اللي انا عايز اوصلها. الجاب الصغيره دي مع البوتنشال ديفرنس الكبير يبتدي يتولد عندي الالكتريك ار، تبتدي تحصل عمليه ايونيزيشن، تبتدي تعمل الجاب الصغيره دي يعدي الكرنت منها، فيقوم يرفع درجه الحراره في الحته دي ويتولد عندي الالكتريك ار. الالكتريك ارك دي فينومينا بتوع الكهرباء يعرفوها كويس جدا، الغرض من احنا بنستغلها عشان نولد ايه، نعمل ميلتنج، نعمل نستغل الحراره الوارده في الالكتريك ارك دي على انها تعمل لي ميلتنج في الفيلر رود وفي الحته اللي انا عايزه الحمها. تمام، ما ينفعش اقرب قوي وما ينفعش ابعد ايدي قوي، لو بعدت ايدي هيحصل شوت داون في الالكتريك ارك، لو قربت هيلزقوا بعض، مش هيحصل عمليه لحام، خلاص يحصل ستاكنج للاثنين مع بعض. عشان كده الناس اللي حاولت تستعمله في الايه، في البتاع ده، يمكن انا دايما ما بنحاولش نديه قوي للناس طلبه يستعملوه، لسبب ان هم مش بيبقوا شايفين ومش بيبقوا فاهمين هم بيبصوا فين، نتيجه انك انت بالفعل نتيجه الريز والحاجات الاشعه اللي بتطلع اثناء عمليه اللحام بتبقى ضاره على العين، فدايما بيبقى معاك السكرين اللي بتبص منها بتبقى سودة، فعلى بال ما بتركز انت باصص فين بتعرف انك انت باص شايف الحته بتاعه الميلتنج بس مش اكتر من كده، فبيبقى خطر اذا ما كان حتى هو واقف جنبيك تكنيشن بيبقى برده قلقان ان هي ممكن تستك وتقع على رجليك. فعشان كده دايما اللحام اللي بسمح لكم بيه الاوكسي اسلين، ولكن الالكتريك ارك بيبقى في حدود ضيقه جدا، بخاف على الطالب نفسه انه ممكن تلزق الايه، يستاك الفيلر رود في الورك بيس وما يبقاش واخد باله فتنزل على رجليه. فبقول عندنا الحاجه الثانيه الالكتريك ارك، عندنا بقول طبعا ليه ميزه كتيره جدا، ان الالكتريك ارك افضل بكتير جدا في التعامل وفي اللحامات والحاجات دي كلها عن الجزوه دي. اولا بيديني واصله بيبقى فيها البنتريشن عالي، يعني تغلغل اللحام نفسه داخليا اكتر من هو سبريد على السيرفس. انت عايز اللحام بتاعك ما يبقاش ايه، الجزئين انت وصلتهم مع بعض ما يبقوش المعدن فوق على السيرفس مش جوه، عايز يحصل له بنتريشن. الالكتريك ارك عندنا من الحاجات الانواع اللي ممكن اقدر اتعامل معاها ويبقى اوتوميتد، يعني انا اقدر اجيب يبقى عندي زي روبوت او حاجه يعمل عمليه اللحام، مفيش مشكله تبقى اوتوميتد ايه، يعني معموله اتمدى مش مانوال. عندنا هنا حاجه الفيلر رود هو الازرق اللي احنا شايفينه، امال ايه اللي بره ده؟ اللي بره ده اللي هو الفلكس، فده النوع الاولاني بيتكلم عليه في الالكتريك ارك اللي هو الشيلدد ارك ويلدنج. ايه الشيلدد ميتال ارك ويلدنج؟ ان الفيلر رود بتاعي هو الالكترود اللي انا موصلاه بكلامب في الدائره بتاعتي، خلاص، انما الفلكس ده طبقه مغطياه، الفلكس هنا جاي لي الفيلر رود وعليه طبقه كوت، كلنا يمكن خد الويلدنج شافها، الكوت ده بيبقى عباره عن السلك بتاع اللحام عادي وحواليه الطبقه بتاعه الفلكس. اثناء عمليه تولد الالكتريك ارك الفلكس ده بينصهر وبيتولد ويطلع فوق سطح المعدن اللي انت ايه لحمت بيه، فيولد عندي طبقه اسمها طبقه سلاج. سلاج دي عباره عن بريت الماتيريال اللي هي الاوكسايدز بتاعتنا كلها، هتتكون سهل جدا باستخدام ايه زي هامر او حاجه صغيره كده بخبط بيها على السيرفس اشيل الفلكس ده بعد ما تكون عندي عمليه الايه، بعد ما حصلت عندي عمليه سوليفيكيشن الويلد اريا. خلاص، طيب عندنا اللحام تاني نبص عليه، بنعتبر عندي الفيلر رود في حاله البتاع ده، في حاله الشيلد ميتال ارك ويلدنج اللي هو نفسه الفيلر رود هو نفسه الالكترود، هو كونسيومر لانه بيلحم عندي الاجزاء مع بعضيها، والطبقه بتاعت السلاك دي اللي هنشيلها، ودي هنا المنطقه بتاعت الايه الايفولفد شيلد جاز الناتج من عمليه الايه الفلكس اللي عندي لما انصهر. خلاص، طيب نيجي عندنا بقى في نوع تاني. اوكي، الكود ده قلنا اتفقنا ان الكود ده عباره عن فلكس، الفلكس ده عباره عن اوكسايدز بحط فيه اليمنتس معينه بيبريفنت عمليه الاوكسيديشن، حاجات كتير الفانكشن بتاعته. في نوع تاني عندنا بنسميه جاز ميتال ارك ويلدنج. الجاز ميتال ارك ويلدنج هنا المره دي السلك بتاعي اللي هيلحم عباره عن سلك عادي زي اللي كان موجود في الاوكسي اسلين ما عليهوش اي كود، وفي الحاله دي يبقى في نوزل حواليه بيخش جواها الشيلدنج جاز اللي هو زي الانرت جاز زي الهيليوم او الارجون او الحاجات دي، تخش حوالين منطقه اللحام حوالين الويلد بول بتاعتي او الارك بول بتاعتي، ماشي، الحته اللي المعدن فيها منصهر تغطيها لغايه لما يحصل عمليه التجمد. اوكي، فالحاله دي بالفعل ينفع تبقى اوتوميتد سهله جدا، عباره عن سلك خارج من بكره كده وبريت معين بيتحرك الايه بتاع ده الطول فوق النوزل دي بتتحرك وبالتالي الغاز بيخرج بنفس الايه الريت اللي انا عايزه. تمام، فدي عندنا بنقول عليها ميتال انرت جاز ويلدنج. طيب
الميتال انرت جاز ويلدنج في منه حاجه تانية. احنا هنا لو لاحظنا ان الفيلر رود نفسه هو كان نفسه الالكترود بتاعي، يعني هو قايم بدورين، هو بيستعمل كفيلر بيملى الاجزاء دي وبعضيها، وفي نفس الوقت الالكترود في الايه عشان يولد الالكتريك ارك. طب قال لك في نوع تاني بقى احسن وافضل وبيديني يعني بنتريشن احسن، بيستعمله في الحاجات اللي زي الالومنيوم والمغنيسيوم والستانلس ستيل في لحاماتهم، بيطلع لي واسطه كويسه ودقيقه وكواليتي بتاعتها عاليه، اللي هو ايه، بدل ما تستعمل الالكترود بتاعك هو يبقى الفيلر رود هو نفسه الالكترود، لا خلي الفيلر رود على جنب وجيب عندي الالكترود بتاعي اللي هيولد الالكتريك ارك يبقى معمول من تنجستن خلاص. فيبقى انا عندي هنا اللي هيولد لي الالكتريك ارك هو عباره عن تنجستن ومش هينصهر. تنجستن عباره عن ايه؟ تنجستن حاجه درجه انصهارها اساسا عاليه، وفي نفس الوقت بقدر اتحكم في البولاريتي عشان معظم الحرارات تتولد في الورك بيس مش في الايه، مش في التنجستن. اوكي، لما بيتولد الارك بتاعي لو قربت الفيلر رود هنا هينصهر والبيز ميتال بتاعي بينصهر، فده عندنا يبقى في الحاله دي التنجستن انرت جاز الكتريك ارك ويلدنج ماشي، بيسموه عندي الميج، سوري التج الثاني بيسميه الميج، التنجستن انرت جاز. يبقى انا هنا عندي خارج الانرت جاز حوالين الوصله التنجستن هو الالكترود، وبينما اللي بيقوم بعمليه الفيلرنج رود هو الفيلر رود اللي هيملى ما بين الجزئين وبعض. هنا عندنا بيورينا وصله حاجه عباره عن الومنيوم اتعمل فيها بليت وتوصل معاها، تلاقي الوصله منتظمه وديب، مفيش ايه، مفيش سبريدنج على السيرفس، مش بتفرش على السطح خلاص. هنا عندنا بيورينا احسن، ادي عندي السلك بتاعي اللي هو التنجستن الالكترود بتاعي بتاع التنجستن، وخارج من حواليه هنا الايه الشيلدنج جاز اللي هو الارجون او الهيليوم او وات ايفر اللي انت بتستعمل، والفيلر رود يبقى موجود عندي انكسترنلي بالشكل ده، ما عليهوش اي كوت ولا عليه اي حاجه. ده هنا مكمبارزون ما بين حاجتين، ادي هنا الفيلر رود هو نفسه الالكترود في الميج كي وخارج حواليه الشيلدنج جاز، او في حاله التج عباره عن التنجستن اللي هو البلو ده، والبلو ده مش هيحصل له اي حاجه، التنجستن الكترود ما مش كونسيومبل ولا حاجه، بينما عندي كونسيومبل اللي هيبقى ايه هو الفيلر رود اللي جاي لي عندي من الجنب. تمام كده، حد ليه سؤال؟ طيب الالكتريك ارك عندنا بنعتبره الكونسنتريشن بتاع الحراره فيه عالي، كميه الحراره بتتولد اكبر لانك انت بتولد الحراره انترنلي جوه الايه الحته بتاعه اللحام نفسها من غير ما يحصل ليها ديسيبيشن. دكتور بعدين نعم، هو اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي الالكتريك صح؟ نعمل ايه؟ الهيتنج بيحصل الكتريكالي صح؟ تمام. الانرت جاز بنحطه كبروتكشن. ايوه ما بيعملش تمام. حاجه ده جاز خامل مش جاز بيولع خلاص. دلوقتي بيعمل ايه؟ التنجستن هو الالكترود اللي في اللي عشان يولد لك الارك، ان هو بيسخن، يعني ان هو بيسخن وبيعمل. لا مش انا قلت من البدايه السلك بتاعي بتاع اللحام موصلات طرف في الدايره بتاعتي بوزيتيف والورك بيس واخده النيجاتيف مثلا وبقربهم من بعض بس ما بلزقهمش في بعض، بيتولد عندي الالكتريك ارك فبينصهر الفيلر رود اللي هو الالكترود. في حاله التنجستن التنجستن مش بينصهر، الريزستن درجه انصهاره عاليه، اللي بينصهر مين؟ بجيب من الجهه حتى كده. يعني هو بس حتى لو سخ ما انت ممكن تبرده على فكره. تمام اوكي، زي ما انت مثلا شفت بعد كده في الالكتريك ارك اللي خدت الحام ولا لا، في الالكتريك ريزيستن قصدي، خدت الحام؟ احنا ما خدناش الحام، لا خدنا الدريلينج. طب هتاخده المره الجايه لما نيجي نتكلم على الريزيستن ويلدنج. انا عندي الكترود معمول من كبر صحيح، الحراره مش بتولد عاليه قوي بس ممكن مع الوقت بالفعل تاثر. تمام، يعني هو مفيش يعتبر مفيش نار، بيكون في زي برق كده او لا عامله له انا حاجه بس يعني. مش حاسس. تمام بس انا مش عايز اخش معاك في تفاصيل كتير. التنجستن تاني، التنجستن هو عباره عن طرق الاساس بتاعه ان هو يولد لي الالكتريك ارك وبس خلاص، ويبقى ايه بيبقى ليه كنترول على شويه في حاجات تانيه. الفيلر رود اللي انت عايز استعمله من جنب. في بعض حالات بيبقى احيانا ببقى مش محتاجه الفيلر رود احيانا، دي حاجات تانيه خالص اوكي مش هنتكلم عليها عشان ما يحصلش لخبطه. بقول بقى في ميزه عندي بالنسبه للالكتريك ارك عن الجاز ويلدنج، الجاز ويلدنج فليم زي شعله البوتاجاز اللي عندك في البيت صح؟ شعلة البوتاجاز اللي عندك دي على بال ما تحط عليها حاجة عشان تسخنها في جزء من الحرارة بيتوزع في الجو صح؟ إيه لو قست التمبريتشر في الفليم نفسه هتلاقي الفليم أعلى من إيه؟ من الحرارة الواصلة مثلا لبراد لحلة حاجة فوقيها مختلفة. طيب أنت عندك مثلا ما بيكون عندك كويل أو حاجة بتسخن بيه لا تركيز الحرارة أعلى أوكي؟ لأن مفيش ديسيبيشن. فهنا عندي كونسنتريشن نتيجه الالكتريك ارك متولد اوريدي اصلا في الحته بتاعه الورك بيس، فالديسيبيشن بتاع الحراره قليل خلاص.
الحقيقي البراكتيكال لو انت عايز تعمل بالذات العمليه اللحام اوتوميتد، الالكتريك ارك افضل من الايه، من الجازوال. طيب عمليه الوصلات واشكالها زي الجوينتس بتاعتها، زي ما خدنا الخشب بتوصل ازاي، المتل عندنا في الويلدنج بيتوصل الجوينتس ازاي، اما عندي لاب جوينت زي كده حاجتين راكبين فوق بعض اوكي، او بط اي عين اي بورك بيس مقابله الثانيه وهلحمهم بقول عليه بط ويلد. لو هما فوق بعضيهم بالشكل ده بنقول عليهم لاب. طيب ممكن الحم من هنا بس، يبقى اسمي سنجل لاب. ممكن الحم من هنا وهنا دبل لاب. طيب البط ممكن الحم بس من الناحيه دي فوق وتحت، بس لو السيكونس بتاع الورك بيس كبيره مش هينفع، لان هنا الحته دي مش تبقى ملحومه. اقول لك لا، في الحاله دي لازم نعمل ايه، نجيب حرف الورك بيس ونعمله بشكل في، عشان نعمل ايه، عشان ندي مسارات كتير نملة الفراغ اللي ما بين التو ورك بيس وبعض. طيب ممكن في وممكن دبل في، دبل في لو انا كنت هقدر او احكم ان انا اقلب الورك بيس، اشتغلت عملت الناحيه دي وبعدين اقلبها واعمل الناحيه الثانيه. تمام. طبعا الوصلات بانواع كتير جدا. ايه الخطوط الكتير دي؟ دي الباسز بتاعتي بتاع اللحام. ايه الباسز؟ انا عندي ورك بيس مثلا، قلت لك لو في لو انا عندي الحرفين كده عملتهم بشكل في بالشكل ده وعايز الحم، فباجي ادي اول باس الحم كده، لحمت اول مسار، ولو كان الكتريك ارك كسر الروتر. الصوت قطع باين. هو قطع، انا افتكرت عندي. لا هو عندنا كمان تقريبا، عند الكل. هي الدكتور خرجت من الميتنج ولا هي لسه موجوده؟ تقريبا خرج. هو النت بعدها تقريبا خرجت سمعيني كده؟ ايوه. للاسف النت قطع معايا. تمام يا دكتور. طيب دي واحده يعمل لكم شير تاني للسكرين. انتوا اخر حاجه شفتوها وانا بتكلم على الباس صح؟ حضرتك قلتي على اول باس بس وراحت قطع. ماشي معلش. طيب من الاسف يعني مش عارفه. دلوقتي عندنا بقول ان انا بيبقى عندي الورك بيس بتاعتي بتبقى السيكنس بتاعها كبير، وعملت لكم الرسمه شفتوها؟ يا دكتور شفت الرسمه دي؟ كنت بدات ترسميها.
تمام. فبقول عندي بتعمل هنا بدي المسار الاولاني وبعد لغايه الاخر، يعني لو الورك بيس دي كده داخله لجوه فبلحم لغايه لما اخلصها خالص، وبعدين لو في اقول الكتريك ارك بيكسر الايه السلاك ده ويدي مسار تاني، وبعد ما يخلصه يدي تالت وهكذا، كل ده كانه بيملا السبيس اللي ما بين الاثنين دول. فلو احنا جينا بصينا هنا ده كاني عملت المسار الاولاني بس وكشفت لك عشان تشوفه وما كملتش، دحمت فوق الباقي المسار التاني وبعدين سبت حته ولحمت لك عشان تشوفهم، تشوف الفرق ما بين الايه الباسز وبعضيها. فده عاده على حسب. فلو انا عندي حاجه كبيره قوي السكنس بتاعها ممكن اعمل دبل في، يعني ادي دي واقلب من الناحيه الثانيه واعمل الايه النص الثاني. فالجوينتس دي باشكال مختلفه. طبعا عايزه اقول حاجه ان اللحام من الحاجات بالذات اللي هو الفيجن ويلدنج كده بيبقى لازم الويلدر نفسه الشخص اللي هيلحم بيبقى واخد تريننج معين ليفلز محدده، مش اي حد يلحم. يعني احنا بنقول بالفعل لو انت عملنا لك الورك شوب لحام وشكله مظبوط حلو قوي، مش شرط ان بيلحم ده يبقى اللحام بتاعه تمام. يعني اللحام اللي انا وريته لك ده ممكن يجي تاني يوم الصبح نلاقيه حصل فيه كراك من جوه، لو بس عملنا له انسبكشن يطلع وحش، لان هو اوريدي مش لحام. الشخص اللي بيبقى لحام ده بيبقى واخد بيبقى ليه تريننج كده معين واخده، وبيبقى واخد زي لايسن معينه وزي الانسبكتور. الانسبكشن الشخص اللي بيعمل انسبكشن على اللحام برده بيبقى مش اي حد. فاللحام من الحاجات اللي هي مش سهله قوي، يعني انت مش لحمت في الورشه عملت لحام فايه اوكي ده انا عملته وحاجه ما حصلتش. لا، الحاجات اللي ممكن تعملها اللي هي الريزيستنت ويلدنج، ولازم يبقى برده حد مظبط لك الكرنت والحاجات دي كلها. فنيجي عندنا بقى من السوليد ستيت ويلدنج نسبيا اسهل. يعني اسهل يعني موضوع مش ايه ما فيهوش مشاكل قوي، ما فيهوش عمليه اللحام نفسه. يعني تخلي بالك اللحام هنا الحته اللي انت لحمت حواليها دي بتتاثر بالحراره، فممكن تاثر لي على الاستراكشر بتاع الجزء اللي عندي، ممكن تعمل عندي ستريسز تؤدي لحاجات انهيارات في الجزء بعد كده. فليه طبعا عمليه اللحام ايه فيها مشاكل برضو مش بتبقى سهله قوي، فما تتجاهلهاش الا اذا كنت مضطريه. طيب عندنا الفريكشن ويلدنج دي طريقه يمكن غير اللي انا قلتها لكم في الاول، دي غالبا زي المكنه اللي موجوده عندنا في الورشه حاليا، اللي هي ايه عندي زي تشاك كده بركب فيه ورك بيس، الورك بيس بتلف بسرعه وعندي واحده تانية عايز اركبها تلحمهم في بعض. طيب الطريقه بتاعت فريكشن ويلدنج دي تنفع الالومنيوم، تنفع المغنيسيوم، تنفع الالومنيوم مع كبر، تنفع الالومنيوم مع براس، تنفع الالومنيوم مع المغنيسيوم، ما عنديش اي مشاكل مع بعضيها. اوكي الومنيوم مع ستيل عندناش مشكله. ليه بقى؟ الموضوع قايم اساسا لا بصر حاجه ولا بعمل كده، بيحصل ان دي بتلف الورك بيس دي بسرعه عاليه وبجيب الثانيه عليها وبضغط ببريشر ودي بتلف بسرعه، فبتتولد عندي حراره هنا كافيه ان يحصل اندماج ما بين الجزئين وبعضيهم مع الضغط العالي. تمام، فسوري الضغط مش هو الاساس قوي قد ما هو السرعه العاليه والاحتكاك هو الكبير. فنبص نلاقي العمليه دي بتحصل، نبص نلاقي بعد شويه خلاص الجزئين مع بعضيهم من غير اي مشاكل، دي بنعتبرها سوليد ستيت لان ما بيحصلش ملتي. طيب لو احنا جينا نتكلم بعد كده عندنا بقى نوع تاني اللي هو ريزيستنت ويلدنج. الريزيستنت ويلدنج ده موجود عندنا وتقدر تستعمله عادي. الريزيستنت ده قايم على فكره ان ما بينفعش فيه اي معدن. يعني ما ينفعش تجيب لي حتتين الومنيوم وتقول لي وصلهم، ما ينفعش تجيب لي حتتين كبر وتقول لي وصلهم، براس وتقول لي وصلهم. ليه بقى؟ عندهم الكتريكال كوندكتيفيتي عاليه، انا عايزه ريزيستنت عاليه. اوكي، فالحاجات اللي هتتوصل بالريزيستنت ويلدنج اولا ما بيبقاش السكنس بتاعها كبير، الحاجه الثانيه بتبقى لازم ليها ليميتيشن لانواع الالويز بتاعتها. فعند فكره قايمه على ان انا الاساس بتاعي ان انا بعدي كرنت الامبير بتاعه عالي، في حاجه عندها ريزيستنت عاليه. اوكي، فبيتولد حراره، الحراره دي بتبقى كافيه ان تحصل عندي لوكال هيتنج في حتت معينه بترفع الحراره فيها ويحصل التوصيل. طيب الحاجات المتوصله عندي ريزيستنت بتاعت الالكترودز، ودايما دي اقل ما يمكن لسبب لان الالكترودز بتاعتي اللي بلحم بيها اللي هي هتضغط على الورك بيس مع بعضها دي ويعدي فيها الكرنت بتبقى معمول الالكترود ده وده معمول من كبر، يعني الالكتريكال ريزيستنت بتاعته قليله. في عندي الريزيستنت بتاعه الشيتس او الحاجات اللي انت بتوصلها هي دي اللي عاليه نتيجه ان انا مختارها مثلا من لو كربون ستيل حاجات زي كده. اوكي، فبيبقى عندها الكتريكال ريزيستنت عالي. طب في الجاب اللي ما بين التو سيرفيس وبعضهم بيقول لك لو جبت لك تو شيتس كده وعملت لازم الوصله اللي هنا بتبقى عندي في الريزيستنت ويلدنج تبقى لاب جوينت، يعني حاجتين راكبين فوق بعض بالشكل ده. السطحين دول لو انا جيت كبرتهم كده وبصيت ما بينهم التو سيرفيس دول لو خدت لهم صوره كده وبصيت هتلاقي السطح ده مهما كان ناعم بيبقى فيه رفنس بالشكل ده، السطح ده رف والتاني اللي تحتيه رف كده. طيب بيتقابلوا فين بقى؟ في نقط معينه كده يحصل اتصال ما بينهم وبين بعض ويعدي التيار بتاعي، ولكن النقط دي في جوه هنا ايه؟ ما بين التو سيرفيس وبعض في هنا ايه؟ فراغات.
هوا صح؟ الهوا ده عشان يجي يعدي في التيار هيلاقي ريزيستنس كبير. طب يعني معنى كده ان التوتال ريزيستنس اللي قابلها التيار وهو معدي في الشيتس بتاعتي او الحتة اللي بوصلها دي تمام، والجاب اللي ما بينهم ريزيستنس كبيره جدا. فاللي بيحصل عندي اول حاجه في بتاع ده في الدايره بتاعتي او في السايكل بتاعتي ان انا التو الكترودز بيمسكوا بيضغطوا على الورك بيس، اول ما يبتدوا يضغطوا ابلاي بريشر مش عالي قوي يبتدي يعدي كرنت، الكرنت العالي اللي هو اي سكوير في الريزيستنس خلاص ليها تايم معين. بيحصل ايه في التايم معين ده؟ اخر السايكل بيروح مزود البريشر بالزياده اوكي، بعد الكومبليت بتاع الكرنت يزود البريشر اكتر اوكي، يبقى البريشر بتاعي الحقيقي اللي هو المين بريشر بتاع اللي هيأثر في التو بيسز مع بعض ويلتسكهم ببعضهم ويلحمهم هو بيتم بعد الكومبليت بتاع مين الريزيستنس، بعد مرور الكرنت قصدي، يعني بعد مرور الكرنت هو ده الايه المين بريشر بتاعي، انما البريشر الاولاني ده بريشر بسيط مجرد انه يسمح ان الكرنت يعدي ما بين التو سيرفس وبعضهم. البريشر الاصلي بيتم بعد الايه بعد عمليه المرور الكرنت. فالاي سكوير ار دي بترفع الحراره، لان الاي سكوير ار في تايم معين بتولد عندي حراره ما بين في الجاب اللي ما بين التو سيرفس وبعضهم مع الضغطه الجامده تمسك لي جزئين في بعضهم. طيب مش بص على الكلام ده ازاي، الفولت بيبقى قليل جدا، الفولت بيبقى حوالي من نص فولت لغايه 10 فولت. اللحام بيتم في نقط زي اللي احنا شايفينها دي، ودي الكبر الكترودز. الكبر الكترودز دي بتتبرد عن طريق ميه عشان مع الوقت ما تسخنش وتتاثر بالايه بالحراره. هنا عندي نلاحظ ان اللحام بيتم في النقطه اللي ما بين التو سيرفس تحت الالكترود، في النقطه اللي ما بين التو سيرفس وبعضهم. لو زودت الضغط بتاعك او زودت الوقت بتاع مرور الكرنت هيحصل عندي الحاله دي، بدل ما يحصل ويلدنج هيحصل قطع في هنا في الحته اللي يحصل لك هول، تلاقي السطح بتاعي حصل فيه هول. هو الصوت قطع تاني؟ حصلت نفس المشكلة برضه. طيب سوري احنا رجعنا تاني لسبب ان المره دي الجهاز طفى الكهرباء كان فصل شحن، هو التسجيل شغال صح؟ اه التسجيل شغال. سامعيني؟ ايوه اه يا دكتور. التشغيل للاسف هيبقى المحاضره طالعه على كذا حته، ظاهر ان الشحن كان مش متوصل. نخلص عشان واضح ان احنا ايه هحاول ما اطولش قوي لان انا مش عارفه ايه اللي بيحصل كل شويه بصراحه، تعبت من الكلام.
هنا عندنا نبص على حاجة بقى، عندنا السبوت ويلدينج زي ما احنا شايفين يعني ده ما بيشتغلش. وكمان نبص نلاقي عندنا اند تو كبر الكترودز، ادي الشيتس بتوعي عادة الحاجات الصغيرة او السترابس، الحاجات زي اللي شفتوها في اللحام بتاع الاوكسسليم ممكن استعملها عندي. هو واضح ان انا خبطت السلك في الشحن وقف. فبقول عندي هنا تو بارتس بتوعي دول حصل فيهم جوين، ادي السبوت بتاعتي اهي زي ما احنا شايفين. اللحام ده بقى بيقول في حاله ده دايما هيديني في نقطه. طب لو انا عايز بيبقى عاده في هنا الرجل بيضغط بيها بريشر معين في الاول لغايه لما يبتدي هو بيسمع صوت سايكل معينه في المكنه، وبعد كده بيروح دايس بيابلاي البريشر بتاعه الزياد. هنا عندي اللحام بيبقى دايما في نقطه، نقط زي كده اللي وريناها. طب عايز الحم لحام خط كامل، يعني تو شيتس تو بارتس اللي عندي دول عايز اوصلهم لحام خط كامل مش نقط، مش هينفع اعمل نقط. فبقول لك بشيل الكبر الكترودز وبحط بدلهم بولي زي كده بكره زي احنا شايفينها دي، اوكي، بحيث ان هي نفس الكلام معموله من كبر ويبتدي ريزيستنت مع التيار الكبير مع الايه مع التايم يبتدي يولد عندي الحراره اللي كافيه لعمليه الايه الاندماج ما بين الجزئين. مفيش صهر هنا، اللحام اللي بيتم عندي بيبقى نقط بالشكل اللي احنا شايفينها زي اهي، ادي كبر الكترودز ومفروض انها بتتبرد. على فكره الالكتريك ارك سوري الالكتريكال ريزيستنت ويلدنج من الحاجات اللي سهله اولا اي حد يعملها، مش محتاجه شخص يبقى عنده سكيلز عاليه. ادي اللحام السيم جوين زي ما احنا شايفين حاجه زي كده، لكن للاسف ما بستعملهوش لا للالومنيوم ولا للكبر، لكن الالكترود بتاعي معمول من كبر عشان يوصل التيار الكهربي. اوكي، طبعا الميزه في عمليه الريزيستنت الكتريكال ريزيستنت ويلدنج هي سريعه سهله ممكن اي حد يعملها، البرودكشن ريت سريع، ولكن المكنه نفسها الكوست بتاعها غالي. الريزيستنت بتاعه الميكانيكال بروبرتيز بتاعه الوصله مش هتبقى كويسه زي الوصلات اللي معموله بالايه بالفيجن ويلدنج، ولكن انا بلحم حاجه السكن بتاعها صغير ممكن ما اقدرش الحمها بالايه بالفيجن ويلدنج. اللحام معموله طبعا سولدرنج والبريزنج احنا اتكلمنا عليه قبل كده. طريقه ازاي بتلحم بالبريزنج، ان انا مبقاش عندي بتاع ده سولدرنج تيب ما بتنفعش، بجيب عندي الفليم زي بتاع الاوكسسلين عشان يسري السبيكه ولكن ما بيسرش المعدن بتاعي. طبعا الميزه بتاعت عمليه الويلدنج انها بتديني فلكسبيليتي ان انا اقدر اعمل منتجات باشكال مختلفه، اي ديزاين انا عايز اعمله واقدر اعمل مينتننس زي ما انا في وقت مناسب. في حاجات زي الريفتس والحاجات زي كده ممكن افك من بعضيها، ولكن الفيجن ويلدنج بيديني بارت هيبقى صعب انك تفكه من بعضيه نهائي. اوكي، يعني الحاجات اللي هتتعمل فيوجن مستحيل انك هتعرف تفكها، الحاجات اللي هتتعمل ريزيستنت برضو صعب انك انت تفكها. اوكي، ولكن في عندي فلكسبيليتي ثانيه بالنسبه لحاجات الجويننج اللي هي زي الريفتس والفاسننج، بالنسبه لي تعتبر طريقه كويسه ولكن بتعمل مشاكل. عمليات الويلدنج عموما بالنسبه لي تعتبر بقدر اخد عندي في بعض حاجات زي لحام الكهرباء، بقدر اخد الاكويبمنت للفيلد او المكان انا عايز الحم فيه والحم. المشاكل اللي بتحصل بالذات في حاجات الفيوجن ويلدنج ان ممكن يحصل ديستورشن المنتج اللي عندي نتيجه ان انا بابلاي الكرنت بتاعي او كده او الفولت سواء في الالكتريك ارك سوري او في الجاز ويلدنج، بيحصل ديستورشن نتيجه توزيع الحراره نفسه على الجزء. لو السكنس بتاعه صغير بيحصل ديستورشن، لو انا بعرض احيانا الاجزاء اللي بلحمها للثيرمال ريزيدوال ستريسز بتؤدي لكراكس وحاجات زي كده. لو التكنيشن اللي شغال بيبقى فاهم بيبقى بالفعل لازم يعمل هيت تريتمنت للجزء اللي هو عمله، بيعرضه بيريليف الستريس اللي حصلت فيه نتيجه عمليه اللحام. تعرض الشخص اللي بيلحم دايما الفيومز والجازز والريز اللي بتطلع او بيبروتكت العينيه، ولكن جسمه كله بيبقى متعرض للحاجات دي مع الوقت بتبقى ضاره. الحاجه الثانيه كمان اللي بتقولنا بتحتاج شخص اذا عنده سكيلز عاليه بالذات في حالات الايه فيجن وقت. طيب كان في حاجة أنا قلتها مع زميلكم امبارح، يا ريت بس ألحق أفتحها بسرعة عشان يحصل حاجة تاني بقى، بصراحة أنا تعبت من الحكاية دي. النبي نزل إيدينا، الناس خرجت، نص الناس خرجت، أنا موجودة ما مشيتش. هوقف الريكوردينج عشان إيه؟